قصري صلب ما ينحنيش، ابنك هيبني وراسه في السماء وبكره جاي ما تقلقيش، خلاص بدأنا الملحمة. نبني عشان ابنك وابني. أفرولان إدارة تسويق تنمية. خير أعزائي المشاهدين، معانا ومعاكم على حلقة جديدة من برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي. في البداية هنتكلم مع بعض عن كل ما يدور حول الشارع الاقتصادي المصري، وحول ما يدور من مستجدات حول السوق وحول المتغيرات الاقتصادية في ظل وجود فيروس الكورونا المستجد. في البداية بنهني نفسنا وبنهني الأمة الإسلامية بعيد الفطر، أعاده الله علينا باليمن والبركات. وعايزين نقول إن مع بداية بكرة إن شاء الله يوم الأحد هتبقى بداية للعمل وبداية لبعض السماحيات الجديدة لدفع عجلة الاقتصاد والعمل في مصر. فعايزين نقول للناس خلوا بالكم، خدوا الإجراءات الاحترازية اللي لازم تاخدوها. ما ينفعش بعد القرارات الجديدة الخاصة بالمستلزمات الصحية من لبس الكمامات والماسكات واستخدام العوامل اللازمة للوقاية عشان نقلل على قد ما نقدر من انتشار العدوى. الحاجة التانية، لو ما فيش حاجة ضرورية للنزول من البيت ياريت الناس تخليها في البيت وتقلل نزولها، وتحاول ان هي تقلل الاحتكاك والتجمع في اماكن التجمعات الكبيرة عشان المرض نقدر نسيطر عليه وما ينتشرش على ارض مصر. لازم الناس يبقى عندها وعي اكتر من كده، لازم تخلي بالها، يبقى في مسافات كافية بينهم وبين بعض. بلاش العادات السيئة اللي عندنا ان الناس بتقعد قريبة من بعض بتسلم على بعض بالايدين وبالقبولات، يعني نغير السلوكيات دي لان كل دي حاجات بتأثر على صحة اهلنا وولادنا اللي بيبقوا موجودين في البيت ما بينزلوش، وفي الاخر اللي بينزل هو اللي بيرجع البيت ومعاه عدوى ليهم. فياريت نخلي بالنا على نفسنا وعلى اهالينا، في ناس كتير حوالينا ما بينزلوش، فياريت احنا نخلي بالنا منهم ونخلي بالنا من تحركاتنا وتصرفاتنا وسلوكياتنا العامة. في البداية هنقول آخر مستجدات الأخبار. الرئيس السيسي كلف ببداية العمل وإن إحنا نراعي من الإجراءات الاحترازية المطلوبة، لأن الفترة الجاية هي من الفترات اللي هيبقى فيها انتشار جامد للفيروس، وهتبقى من فترات الذروة، فلازم إن إحنا نقلل على قد ما نقدر ونلتزم بالإجراءات الصحية الاحترازية عشان نحافظ على أهالينا ونحافظ على صحتنا. كمان الرئيس كلف بالاستمرار في الأعمال القومية من منشآت، من كباري، من مشروعات على أرض مصر، من استكمال لباقي الأعمال الاقتصادية والبنائية اللي بتتم على المناطق المختلفة في مصر الجديدة، في مدينة نصر، في اسكندرية،
في العالمين، استكمال كل المشروعات القومية والعاصمة الإدارية في ظل وجود فيروس الكورونا، وان احنا نقدر ان احنا نحكم الموضوع بجميع جوانبه. الرئيس مهتم جدا بصحة المواطن المصري، اهم من اي حاجة صحة الرئيس. الرئيس بيقول ان صحة المصريين هي الأولوية الأولى والتانية والتالتة والرابعة لحد المليون، هي أهم حاجة إن احنا نحافظ على المصريين بصحتهم وإن الفيروس يتم التحكم والسيطرة عليه. كمان الرئيس كلف باستكمال المشروعات القومية في نفس موعدها وبنفس رتم العمل بتاعها، وبالفعل في الكثير والكثير من الأعمال حتى في فترة العيد كان بيتم استكمالها، منها نفق العروبة، منها الكوبري الجديد اللي عند الاتحادية، منها كوبري عند عباس العقاد في شرق القاهرة. كل ده بيقول ان احنا في ظل دولة بيحكمها رئيس عايز كل حاجة تبقى ماشية خطوة بخطوة، يعني يبقى المشروعات القومية اللي بتتعمل في الدولة ماشية زي ما هي، انجازها ما بيتأخرش. في نفس الوقت يبقى من الجانب الاخر احنا بنخاف على صحة المصريين، بنحافظ عليهم، بنخلي بالنا من الإجراءات الاحترازية اللي بتكلفنا بيها الدولة. كمان الناس بنقول لهم التزموا بمواعيد الحظر عشان ما نعملش ضغط على الـ 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 الأكمنة والـ 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 وأشكال الانضباط الأمني اللي في الشارع. نلتزم بمواعيدنا ونلتزم بإجراءاتنا الصحية عشان نقدر نحافظ على صحة المصريين. الخبر التاني عندنا خاص بأن الدولة هتطرح مجموعة جديدة من الوحدات المميزة الفاخرة في العالمين الجديدة. هيتم طرح مجموعة من الوحدات في حدود 1300 وحدة تقريبا، هيتم طرحهم إلكترونيا، ودي هتبقى في خلال الأسبوع القادم إن شاء الله. وزي ما شفنا الأطروحات اللي حصلت في الفترة الأخيرة كلها تم نفاذ كامل الكميات اللي بتطرحها الوزارة، سواء كان في جنة أو سكن في مصر أو في العالمين الجديدة. كل اللي بيطرح من الدولة بنشوف إن في إقبال متزايد عليه، وده دليل إن في سوق، إن في عميل، إن في قوة شرائية، ولكن العميل بيبحث عن المصداقية. لما بيلاقي ان الدولة طرف في الموضوع او هي الموضوع نفسه، بيبقى فيه شكل من اشكال الثقة المتبادلة ما بين العميل الباحث عن فرصة شراء وما بين الوحدات اللي الدولة بتعرضها او الاراضي اللي بتعرضها الدولة. هيكون معانا النهاردة في حلقتنا موضوع موجود على الساحة العامة، وهو موضوع وقف تراخيص البناء في المدن الكبرى في القاهرة، الأسكندرية والجيزة والعواصم المحافظات الكبرى. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في افتتاح لمشروع بشائر الخير في اسكندرية، وكلف المحافظين وقال ان المحافظ مفوض بان هو يطلع قرارات وانه يشوف الانسب لمحافظته وايه الاولويات الهامة. وكان من ضمن المواضيع اللي الرئيس ناقشها تراخيص المباني، ان في بعض المخالفات بتحصل على ارض الواقع. طبعا في تحجيم جامد جدا للمخالفات، لان الفترة الاخيرة المخالفات بقت عليها ضوابط جامدة جدا، والمراقبة الحالية بقت اقوى بكتير جدا على مخالفات البناء لمحاربة العشوائية. ما ينفعش النهاردة الدولة تبقى بتبني عشان تحارب العشوائية وتحارب المناطق السكنية اللي بتطلع بعشوائية من غير تخطيط ومن غير مساحات شوارع كافية للناس ومن غير متنفسات ومن غير مراجعة لجودة المنشآت اللي بتتعمل. وفي نفس الوقت نلاقي ان في نفس الوقت بيطلع مشروعات مخالفة بتتبني من غير تصريح بنا، بتتبني من غير خارج التخطيط العمراني. لازم بقى نتطور ونغير اللي بيحصل ده. الرئيس طلع مجموعة من التكلفات بخصوص الانضباطات البنائية، وعقب هذا اللقاء اللي كان الرئيس قام بيه في افتتاح بشائر الخير قرار
من السيد اللواء محمود الشريف رئيس وزير التنمية المحلية بخصوص وقف تراخيص البناء في القاهرة والجيزة والإسكندرية، ولا تعليات ولا رخص تفعيلها ولا المباني الجديدة، وقف استصدار تراخيص جديدة، والتراخيص حتى اللي موجودة هيتم إرجاءها لمدة 6 أشهر وبعديها يبتدوا استكمال الأعمال. هنشوف مداخلة معانا ومعاكم مهندس شمس الدين يوسف عضو الاتحاد العام للمقاولي التشييد والبناء. مساء الخير يا باشمهندس شمس. مساء الخير استاذ ابراهيم، ازاي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. الحمد لله وانت طيب يا باشا، ربنا يديك الصحه. الله يخليك. حضرتك طبعا شايف على الساحه دلوقتي في القرار اللي اصدره السيد وزير التنميه المحليه بخصوص وقف تراخيص البناء لمده 6 أشهر، حتى الرخص اللي صادره ما يتمش تفعيلها او ما يشتغلوش فيها حتى لو تعليات او تعديلات، وما فيش استصدار رخص جديد. انا عايز اسالك، طبعا حضرتك اي قرار بيبقى له جانبين، جانب متضرر وجانب مستفيد، جانب سلبي. تمام. حضرتك شايف الجانب الـ 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 الايجابي ايه؟ والله هو الجانب الايجابي طبعا ان انا النهارده عايز اتاكد من سلامه التراخيص، وان ما يبقاش فيه مخالفات، وان اقضي على عشوائيه البناء. تمام. انما ارى في هذا القرار انه جنبه الصواب من حيث التوقيت ابراهيم. تمام. انا النهارده في ظروف يعني توجيهات مجلس الوزراء بعوده العمل في قطاع تشييد البناء بنسبه 100% او اكثر يعني. تمام. قطاع المباني ده يعني من القطاعات كثيفه العماله، بتستوعب عماله كتير وعماله غير منتظمه، يعني الناس ارزوقيه يعني. العماله الغير منتظمه بالزبط. اللي هي بنسميها الارزوقيه اللي هي بتشتغل يوم بيوم. بالظبط. دي العماله. تمام. الصناعات المغذيه لهذا القطاع، احنا بنشتغل يعني النهارده مصانع الحديد والاسمنت والالواح الصحيه والسيراميك والاخشاب والبلاط والطوب، دي كلها قطاعات بتعاني الركود وبتسرح العماله اللي فيها، عشان يعني على اساس الركود اللي موجود نتيجه الظروف الكورونا والظروف الاجراءات والاحترازات المطلوبه. تمام. فانا النهارده لما اخذ هذا القرار، لا يعني القرار ده كان النهارده انا ممكن اشدد العقوبات على المخالفين. تمام. ممكن يصدر قرارات بضروره اعاده المطابقه الفنيه لجميع المنشات التي تمت على الاقل في العشر سنين الاخيره، مدن الكبرى وعاصم المحافظات، ومن خلالها يتم فتح اماكن الجراجات التي يمكن فتحها، او وضع غرامات مجزيه او غرامات مشدده تمكن اجهزه الحكم المحلي من عمل جراجات عموميه للحد من تكدس السيارات في الشوارع. تمام. اقدر اعمل الكلام ده، انما انا النهارده مواطن خد رخصه. يعني طيب انا النهارده ملتزم، اقف ليه؟ يعني انا النهارده بتحد من حريتي ليه؟ ان انا اكمل البيت بتاعي او اكمل عمارتي او اكمل السكن بتاعي. تمام. واخد بال حضرتك يا برادي؟ تمام. طب انا عايز اسالك على حاجه، هو يعني هاي. يعني المجرد المعلوميه، هو كان في يعني 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 هل كان في جزئيه ان في ناس مثلا خدوا رخص وما عملوش جراجات في العمارات، يعني مثلا عملوها مثلا محلات او كده، يعني ايه والله دي ايه سبب الاهتمام بقصه الجراجات دي؟ اكيد في سبب. دي يعني دي حاجه مش خافيه علينا جميعا، احنا كلنا ما فيش عماره في القاهره بيتم انشائها بدون جراج في الرخصه. بالظبط. الجراجات ما بتتنفذش، يا يعني اما هو بينفذها ويعمل لها اعاقه بحيث ان هي لا تصلح ان تكون جراج بعد ذلك، ان هو بيبقى بيزود عدد العواميد، يخلي مدخلها ما ينفعش تدخل عربيه عشان بعد كده يشغلوا مخزن، يشغلوا نشاط تجاري. تمام. وده طبعا المفروض كل اللي عمل الكلام ده يدفع ثمنه. انا النهارده متر الجراج ده النهارده يعني تقدر قيمته ولازم يدفعها، لان هو انا النهارده لما انت بتحرمني بتحرم البلد من ان انت توفر جراج للساكن بتاعك. تمام. يبقى معناها ان عربيه هذا الساكن هتبقى موجوده في الشارع صف 2.
بالظبط. الدولة قاعدة تصرف على الطرق وتصرف على الشوارع وعايزة توفر للمواطنين الشرفاء حياة آمنة، وبتزود وترفع من جودة الحياة بالنسبة للمواطن. بالظبط. أنت النهاردة بتعمل لي عمارة وتسكن فيها 20 30 شقة، بيبقى معاهم 30 عربية أو 40 عربية موجودين في الشارع مكدسين. الشوارع بقت في مصر الجديدة وأرقى أحياء القاهرة بقت أصعب من الجراشات اللي موجودة في البلاد المحترمة، الشوارع نفسها. طبعا من تكدس العربيات. بالظبط. تكدس العربيات وبتأثر على المواطن اللي عايز يمشي في الشارع، المواطن اللي عايز يمشي في عربيته، الاهتمام لابد من الاهتمام. والدولة تيجي بقى من الناحية التانية تكبر الشوارع وتعمل كباري جديدة عشان تعمل حركة مرور فيها تسهيل، وما بنحلش المشكلة. فأنا أرى النهاردة إن أنا النهاردة كل من له رخصة وممكن تحدد فترة زمنية محددة ونقول مثلا من 2010 أو من 2011، تعال لي أنت النهاردة رخصتك فيها جراش، افتح الجراش وشغل الجراش. هيشتغل ويبقى ينفع انه يشتغل كنبها، ما كانش يبقى متر الجراش ده بندفع عليه 10,000 جنيه عشان اعمل صندوق لهذه المخالفات، واقدر اخد اراضي من املاك الدوله اعمل جراشات كبيره، جراشات مجمعه. تخصصها كجراج. فاهمك. اخصصها كجراج. الجراشات المبنيه على حساب المخالفين، يبقى انا النهارده لو انا النهارده عايز اجرج عربيتي ما تبقاش بقى الليله ب 50 جنيه وب 40 جنيه، تبقى باجر رمزي اللي هو اجر التشغيل. لان المباني تمت على حساب المخالف. تمام. ما هو برضه حضرتك النقطه دي برضه فيها يعني احنا شفنا الجزئيه اللي حضرتك بتقول عليها دي، لما جم يعملوا قانون المصالحات في مخالفات المباني. كان بيرجع على مالك الوحده مش على المنشئ، يعني اللي بنى العماره خلاص هي ما بقتش بتاعته. فانت النهارده هتدفع ده لمين؟ هتدفعه للساكن ولا هتدفعه؟ لا، مين اللي باع الجراج؟ المفروض صاحب العمارة. اللي باع الجراج صاحب العماره. بالظبط. واللي اجر الجراج او حتى لو ما باعوش اجره، فهو عارف ان هو اجر حاجه مخالفه، واللي اشترى حاجه مخالفه. تمام. يبقى النهارده في الجراج ما هو شغال سكنه. الجراج شغال مشروع تجاري، يا اما يدخلي لان هما الاثنين مخالفين، اللي بايع والمشتري هما الاثنين مخالفين، يخلى ويتشغل جراج العربيات، او مش هينفع يدخلي، يبقى لازم يدفع قيمه عادله. مش قيمه عادله، ده قيمه مغرمه كمان. اذا كانت قيمه المكان 10 قروش يبقى يدفع 15 او 20 قرش كمان لانه خالف واصر. عشان ما يعملش كده تاني، يبقى واعمل قدوة. صندوق لهذه المخالفات بالكامل، هجمع ملايين الملايين. اقدر اعمل جراجات مجمعه. تمام. طيب. انا النهارده في التوقيت اللي انا النهارده عايز اشغل، احنا بلد فيها 14 مليون عامل غير منتظم. تمام. النهارده الكم اللي موجود في المدن، وبعدين المشكله كمان في سوء تفسير القرار. القرار بيتكلم على المباني، يعني واحد بيبني خرسانه وبيبني سور. النهارده في مخالفات اتعملت للمواطنين عشان بيدهن شقته. اتحول للنيابه، وحول النيابه العسكريه، وموضوع التشدد والتعنت في استخدام السلطه في تنفيذ القرارات ده، يعني في ناس اتاذت بلا داعي. من جراء ان هو الموضوع بقى في حزم، التعسف في استخدام السلطه. انا مش عارف، يعني قد يكون كان توجيها من السيد رئيس الجمهوريه، لان النهارده عايزين، احنا داخلين على اعياد، او داخلين في ناس بتستهتر او الكلام ده. خدوا بالكم، يصدر قرار بوقف البناء لمده 6 شهور، وقف العواصم المحافظات في القاهره الكبرى وعواصم المحافظات والمدن الكبرى. تمام. بالظبط. هو قرار وزير التنميه المحليه كده. كان كده. طيب انا النهارده لما اجي انفذ القرار في الوقت الواحد، يعني هو سياده الرئيس كان عايز يمشي الموضوع في جميع الجوانب، يعني عايز. يعني الناس تلتزم ما تعملش مخالفات جديده، وتلتزم بالرخص، وتلتزم باللي الدوله بتقوله، وفي نفس الوقت ما حركه العمل تبقى شغاله. يعني حركه العمل لازم ولا بد من مراجعه هذا القرار وزير الحكم المحلي. المخالفة مش هتموت أبدا وموجودة، والمخالف والذي أصدر رخصة مخالفة أو المخالف موجود وقائم، والجثة موجودة اللي أنا اشتغلتها، أو المبنى اللي أنا اشتغلتها أقدر أزيله، أقدر أغرمه،
اقدر اعمل كل امشي كل الاشتراطات البنائيه الصح اللي تحقق. وانا اعتقد بعد الموضوع ما بقى نيابه عسكريه ما اعتقدش ان في حد النهارده يتجرأ انه يخالف، يعني اعتقد الموضوع ما بقاش ما بقاش بالسهوله ان حد يعني ما فيش حد يتجرأ انه يخالف، يعني مش هينفع كده يعني. اللي يخالف النهارده ما احنا انا مع تشديد، واحنا كمقاولين مع تشديد العقوبه على المخالف حتى تصل الاعدام، ما عندناش مشكله، لان انا النهارده من حقي اعيش في بلد نظيفه. بالظبط. انما ال يعني فلازم من تشديد العقوبه، انما وقف الوقف ده كلام بيوقف بإقراض بيوت، بيقفل بيوت عماله بتشتغل باليوميه، بيأثر على الصناعات برضو فيها عماله كتير، قطاع اكيد قطاع مستلزمات البناء هيتأثر. يعني قطاع التشييد معروف ان هو قاطره التنميه في مصر من اكثر من 20 سنه قاطره التنميه. بالظبط. وخاصه في الخمس ست سنين الاخاره. يعني كان معدل البطاله وصل لمعدل يعني لاقل معدلاته في اخر 2019 ل 7.5%. النهارده معدل البطاله الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء بيسجل زياده في البطاله قد تصل النهارده 9 او 10%. طب انا عايز اسالك على حاجه، انتوا كاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، اتحاد مقاولين، مش انتوا ممكن تتقدموا بان انتوا من ضمن القطاعات اللي هتتضرر نتيجه القرار ده؟ يعني تتقدموا لمجلس النواب او لمجلس الوزراء ان القرار ده هيعود عليكم انتوا بالضرر وعلى مصانع البناء؟ يعني تمت فعلا مناقشه القرار ده بمجرد صدوره، بس انت سعادتك عارف ان اجازتك النفسيه اجازه. هو جه فتره الاجازات على طول، يعني هو كان سياده الرئيس بيفتتح بشاير الخير وبعديها بكام يوم راح طالع القرار. احنا في الظروف دي احنا دايما بنتواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. اتكلمنا في الموضوع ده وبغرض ان احنا يعني صياغه مذكره توجه لمجلس الوزراء بهذا الخصوص ان شاء الله. بالظبط، لان اكيد انتوا يعني اكيد اصل انتوا كمان بتمثلوا القطاع، يعني انتوا من القطاعات اللي حاسه بالالم ده، يعني من ناحيه، والناحيه الثانيه المواد البناء اكيد هتتاثر انا النهارده فاعل اساسي، انا النهارده كمقاول، اولا انا كمقاول يعني مقاولين الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، المقاول الرسمي في هذه البلد لا يستطيع ان هو يشتغل في مبنى مخالفا لتراخيصه. يعني اي مواطن يستعين بمقاول مسجل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء يبقى لازم انا ما اقدرش، لان انا شريك في المخالفه. لو خالفت انا بتغرم وبتعرض للمساءله القانونيه. يعني انت كمقاول اصلا لو انت بنيت حتى لحد لحساب الغير مبنى مخالف تتاثر. انا اول واحد من طول، انا اول واحد اقدر اتاخد، انا الاول واحد، انا اللي ليا عده وانا اللي ليا عماله وانا اللي ليا في المشروع، فانا اللي اقدر اتمسك بسرعه. وهما بالقرارات الجديده دي كمان بيصادروا العده. بيصادر، المفروض يصادر العده ويصادر الارض ويصادر المكان نفسه. بالظبط. لحين ما يعيد الشيء الى مكان عليه. يرجعه تاني زي ما كان. ده حقيقي. بالظبط، وكمان بقت نيابه عسكريه ما بقتش نيابه عاديه. انا مع ان القانون ينفذ وبحزم وبشد. فهمت قصدك. لكن اما يعني مش مع الوقف، انت مع القانون انه يتنفذ ويبقى فيه حاجات صارمه، لكن مش مع انه يتم وقف نهائي. يعني اولا هذا التوقيت، ثانيا بيظلم ناس، بيظلم ده. انا هفترض ان في مقاول النهارده بيبني ومش مخالف وشغال صح. بالزبط. انا بشتغل لمالك، انا مقاول بشتغل لمالك. بالظبط. وتعاقدت وليا عده وليا مواد وليا عماله وليا موظفين وليا مهندسين بتقبض على هذا المشروع. انت وقفتني 6 شهور، اعمل ايه؟ يعني من يعوضني الضرر الذي وقع عليا؟ واكيد هو مش هيصرف لك فلوس لحد ما يبتدي تاني يعاود اعمال. بالظبط، مش هيصرف. ما انا عشان كده بقول لك هم يعني يمكن القطاع عندكم هو اكتر احنا بصدد اعداد مذكره لمجلس الوزراء بهذا الخصوص. وبعدين يعني الدكتور مصطفى برضو يعني متفاهم نبض التطوير العقاري الدكتور مصطفى يعني. بينزل مواقع التنفيذ بنفسه اكتر من المقاولين نفسهم. بالظبط، انا بقول لك يعني هو لامس نبض الالم اللي هيبقى طالع. وبعدين اصل هو قرار كمان، خلي بالك يعني القرار ده مش من وزاره الاسكان.
ده قرار ده من وزارة من التنمية الحكم المحلية، المحلي. لأن ده في المحليات مش في ال مش في يعني هيئة المجتمعات العمرانية شغالة عادي، يعني لو أنت عندك شغل في لا لا المجتمعات لا لا، العمرانية الجديدة شغالة المجتمعات عادي، العمرانية مفيش فيها أي مشكلة. لا ما هي العاصمة والمجتمعات العمرانية شغالة عادي، هي بس المحليات هي اللي عشان كده حتى ما هي القرار. المحليات هي اللي فيها عادة بتظهر فيها المخالفات، عادة التحايل على القوانين فيها، التحايل لأن يعني أنا قلت لحضرتك إن النهارده لو قلنا أحدث وأرقى الأحياء في القاهرة، يعني نسبة الجراشات المنفذة لا تزيد عن 10%، 90% الباقيين رخص العمارات دي فيها جراشات. بس تم تحويلها. وتم تحويلها. اه بالظبط، اتغيرت ما بقتش جراجات. ما فيش عمارة في شارع عباس الحاد اللي هو أكبر شارع تجاري مثلا في مدينة نصر، ما فيش عمارة رخصتها ما فيهاش جراج. اه كلها في الرخصة في جراج. والواقع الفعلي ما فيش ولا عمارة فيها جراج. طيب يبقى احنا بنتكلم، احنا بقى كده ما بنتكلمش عن رخص، احنا كده بنتكلم عن تطبيق على أرض الواقع، يعني أرض تفعيل. الواقع تمت مخالفات. أرض الواقع تمت مخالفات، وناس تربحت من وراء هذه المخالفات. وأنا أرى إن هذه الحكومة تقدر تسترد حق الدولة وحق المواطن من تمام المخالف. تمام تمام طيب نتعشم احنا، نتابع مع حضرتك الموضوع عشان سيبيه بقى اول ما تعملوا مذكرة دي حضرتك وفينا بالاخبار، وبرضو نتابع الموضوع مع البرنامج ونمشي معاه بالخطوات لحد ما ربنا ييسر والامور ان شاء الله ابراهيم يا حبيبي، تتغير يعني ان شاء الله. وبرضو يعني نتمنى يعني قطاع المقاولات ده يعني من اقوى القطاعات اللي في الدولة، فنتمنى انه يفضل على قدم وساق زي ما هو يعني. يا رب يا ان رب شاء الله ان يا شاء رب الله. ميرسي يا شمس ان بيه، الف شاء شكر الله. ليك. شكرا شكرا يا ابراهيم. فندم، ميرسي. شكرا. شفنا مع بعض اعزائي المشاهدين القطاع التشييد والبناء ومقاولين متضررين من القرار، او ده الجانب الاخر من جانب القرار. هنشوف مداخله معانا ومعاكم دكتور محمود غيث، رئيس جمعيه التخطيط العمراني. مساء الخير يا دكتور محمود. محمود بيه، دكتور محمود، ايوه مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا فندم، اهلا بسعد. كنا بنتكلم عن القرار الوزاري اللي صدر بخصوص وقف المباني ولمدة 6 شهور في المدن الكبرى وفي القاهرة واسكندرية. وكنا عايزين نسأل حضرتك، يعني حضرتك طبعا يعني جمعية التخطيط العمراني، طبعا احنا شايفين طبعا مصر فيها نهضة عمرانية جديدة واختلاف في مخططات الشوارع من كباري من منشآت. هل كان استمرار حركة المنشآت او البناء في القطاع الخاص من عمارات ومن تعديلات في مباني ومن استكمال اعمال، هل ده كان هيأثر على حركة التطوير اللي بتحصل جوه المحافظات الكبرى؟ نعم اكيد حضرتك. هو دلوقتي حضرتك احنا عندنا مثال بسيط جدا في الفترة اللي عقبت سنة 2011 تمام لغاية حوالي 2016 تقريبا او 15، في 30% من المخالفات تمت في الفترة دي، وده كان نتيجة غياب أي رقابة أو أي سيطرة على النمو العمراني. هي كلمة السر في غياب وجود أداة للسيطرة على النمو العمراني، والأداة دي ما هيش جهات رقابية بس، وجود مخططات تحكم النمو العمراني. تمام. فإحنا دلوقتي أول خطوة كان في عندنا مخططات لكن لا تفعل. ابتدينا حاليا بالضبط من 2014 حتى الآن ونحن في حالة تفعيل للمخططات العمرانية. تمام. بالتالي حضرتك سواء كنت قطاع خاص أو قطاع حكومي عايز تبني وتنمي، عندك مخطط يحكم هذا النمو بشكل عام وشكل تفصيلي وشكل قانوني. تمام. فمفيش فرصة إنك أنت تخالف إلا إذا كنت متعمد المخالفة، وهذا طبع في الشخصية القائمة الموجودة سلوك مخالف يعني. تمام. طبعا وجود المخططات دي هي في حد ذاتها أوجدت سيطرة، لأنها هي أداة للحكم بين الناس وبين الدولة وبين الأجهزة اللي موجودة. تمام. كانت غائبة وغير مفعلة. طب الآن دلوقتي
لما أعطينا الفرصة لتنفيذ النمو في مناطق مخططة وفقا للقوانين والمخططات التفصيلية والآليات الصحيحة. تمام. لكن في خط موازي بدأ يعمل محاكاة لما تم في السابق، وهو النمو المخالف على أراضي زراعية أو أراضي ليست لها خطوط تنظيم أو غير مخططة. فالحل الحقيقة ابتدينا بمحاولة اللي هي التصالح مع المخالفات. تمام. وندي فرصة للمخالف بأسس معينة عشان يعود، وعدم إهدار الثروة العقارية. تمام. هذا الحل لم يبدي، وكانت نتيجته أعداد محدودة. عندنا ملايين، 2.8 مليون مخالفة، تقدم 120 ألف واحد للتصالح. إذن التصالح لم يجدي، ووجد وسيلة عديمة الجدوى. أنا دلوقتي بمنع المخالفة في مهدها من الأساس، وهي دي الوسيلة الوحيدة. تمام. يعني حضرتك شايف، حضرتك شايف إن الـ إن 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 قرار وقف المباني ده كإجراء تنظيمي هيؤدي إلى ضبط الايقاع بتاع ضبط التخطيط العمراني؟ مفيش بديل. تمام. مفيش بديل. تمام. لانه طبعا اي تنفيذ للمخالفات، مفيش قدره اي دوله لا تستطيع ان تلاحق مئات الالوف من المخالفات. فلازم يوقف المباني شويه لما يشوف الدنيا ماشيه ازاي. ده هو الحل الوحيد. تمام. الوقف تماما، لان معدل التراكم المخالفات اكبر من اي اجراء. وتيجي في لحظه تحس ان في ثروه عقاريه واموال اهدرت. بتهدر. بالظبط بالظبط. فاذا هو ده الحل الوحيد وليس له بديل حضرتك. تمام. فانا اؤيد هذا القرار تماما. تمام. والان في مخططات عامه وتفصيليه، وفي نمو عمراني مقنن ومخطط. انا ما عادش عندي سبب يدفعني الى النمو المخالف. تمام. وزودنا الاحوزه العمرانيه، زودنا مساحات القرى والمدن لاستيعاب النمو المستقبلي. تمام. فأنا دلوقتي ما عادش في مبرر أبدا للمخالفة، لأن المخالفة إهدار للمرافق العامة وضياع للتشكيل العمراني والنسق الحضاري المطلوب. تمام كده. ضرورة إن احنا نعمل هذه الوقفة، ووقفة معقولة. تمام. عن 6 أشهر. 6 شهور في عمر الزمان، هي فترة معقولة ومحدودة، وفي آليات بتحكمنا أثناء ال6 شهور هتجعل الفترة دي ليست مهدرة اطلاقا، بل هي تصحيح واجب وحتمي. تمام كده يا محمود بيه. بنتقدم لك طبعا بخلص الشكر على المداخلة دي، ونشوفك ان شاء الله معنا في لقاء كده تنورنا في البرنامج ان شاء الله. شكرا. اعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل بسيط ونرجع مع ضيفنا سيادة اللواء محمد ناصر، عضو المجلس الاعلى لنقابة المهندسين ورئيس جهاز التعمير الاسبق. عشان ابنك وابن أفرولاند إدارة تسويق تنمية.
خلاص بدأت الملحمة على كتافي تخافي ازاي وانا موجود يا بلدي هنفرش كل شبر وروح على كتافي هنزرع بكرة بالأحلام يا بلدي ونحصد خير سنين قدام على كتافي تخافي ازاي وانا شبر وروح على كتافي هنزرع بكرة بالأحلام ونحصد خير سنين قدام تعال نبني عشان ابنك وابن أفرولان إدارة تسويق تنمية تاني ومعانا ضيفنا اللواء مهندس محمد ناصر رئيس عضو المجلس الاعلى بنقابه المهندسين ورئيس جهاز التعمير الاسبق. مساء الخير يا محمد بيه. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا. ازي حضرتك اخبارك ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. الله يخليك. احنا كنا بنتكلم عن القرار الوزاري اللي صدر بخصوص وقف تراخيص المباني او استكمال الاعمال او تفعيل رخص بناء بالفعل قائمه لمده 6 اشهر في المدن الكبرى في القاهرة والجيزة واسكندرية وعواصم المحافظات. حضرتك شايف القرار ده يعني خلينا ناخده بالجنبين، من جنب الفايدة للدولة من قرار زي ده ومن الضرر اللي هيقع منه. هو حضرتك زي ما حضرتك عارف والسادة المشاهدين، يعني كانت حصلت الفترة الأخرانية بالذات من أحداث 25 يناير لغاية النهاردة كم كبير جدا من المخالفات في المباني. النقطة حضرتك برضو الدولة ما عادتش قادرة تلاحق على كم هذه المخالفات بتزيد جدا، وطلع قانون التصالح وخبر حضرتك ولائحته التنفيذية عشان يصلح العوار اللي حصل في المنشآت، صلح العوار وتعدل القانون أكتر من مرة وتعدلت اللائحة التنفيذية علشان بقدر الإمكان يعني تمنع المخالفات وفي نفس الوقت نحافظ على الثروه العقاريه اللي اتعملت بشكل عام. يعني تمام حضرتك المشكله المخالفات برضو عماله بتزيد والدوله مش قادره تلاحق وراها في بس احنا في الفتره الاخيره اخر قرارات طلعت بخصوص مخالفات المباني الموضوع بقى نيابه عسكريه، يعني الموضوع بقاش فيه هزار، يعني الغلطه بعقاب ضخم، يعني عقاب مش سهل، يعني بيصادروا المواد البناء اللي موجوده وبيعملوا مخالفه وطبعا الموضوع يعني بقى اقوى من الاول بكتير يعني. تمام. فهل ده كان يستوجب انه يتم الوقف التام كده؟ هو حضرتك يعني من وجهه نظر الدوله انها فتره لالتقاط الانفاس عشان الامور تتظبط، يعني نقدر نظبط نفسنا نحط بقى يعني نخلي المواضيع اكثر صرامه واكثر جديه في التعامل مع هذه المخالفات سواء بالتصالح او سواء بالازاله. وبعدين القانون الصالح لما طلع حط تاريخ معين عنده خلاص ما حدش في حاجه اسمها تصالح، بعد كده كله ازالات. تمام. بس حضرتك كم المخالفات وصل مثلا ما يقرب في تقديرنا حوالي 3 مليون مخالفه. تقريبا كان لسه معايا رئيس الجمعيه التخطيط العمراني بيقول لي تقريبا 2 مليون وكسور، قريب من 3 مليون بالظبط كده حضرتك. فالموضوع لازم يعني تودع له حد ويتنظم، يعني القانون لوحده واللائحه التنفيذيه لوحدها مش كفايه للتنظيم، مش كافيه للتفعيل. بالظبط كده، لازم يبقى في توعيه للناس، لازم يبقى في اجراءات تنظيميه لتفعيل القانون واللائحه التنظيميه واللائحه التنفيذيه قصدي للقانون. ده كان تطلب ان رؤيه القياده السياسيه ان كان لازم يطلع قرار زي ده لمده معينه علشان يحصل موضوع الاجراءات التنظيميه دي. طب ال 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 يعني النهارده انت في ظروف الكورونا وفي ظروف الفتره اللي كانت الاعمال متوقفه فيها، وجنب ده الاعمال القوميه شغاله زي ما هي، يعني المشروعات القوميه والمنشات والكباري والمدن الجديده وكل حاجه شغاله، وهيئه المجتمع العمراني نفسها شغاله. ده الموضوع ده داخل اطار المحليات فقط، يعني تمام. يعني هيئه المجتمعات شغاله زي ما هي، ما فيش حاجه، يعني لو انت بتبني في الشروق في العبور في التجمع في القاهره الجديده كل ده شغال. تمام. الجزئيه بتاعت المحليات دي هي اللي فيها
الوقف. هل حضرتك النهارده كعضو المجلس الاعلى في نقابه المهندسين شكل الجانب الاخر بقى من الرؤيه، يعني انا كان معايا مهندس شمس عضو الاتحاد العام لمقاولات التشييد والبناء، الضرر بقى اللي هيقع على المقاولين والعمال بتوع اليوميه، الناس اللي بيشتغلوا جوه المدن في المنشآت دي، هو بيقول لك انا النهارده لو ببني الحد مثلا، مثال يعني، بيقول لك لو انا النهارده ببني الحد وعدتي وحاجتي موجوده في العماره وهقف 6 شهور، طب ده على حساب مين الوقفه دي؟ واكيد هو مش هيصرف لي اخر مستخلص هيوقفني يعني، والعمال بتوعي اللي بيشتغلوا في المشروع ده هيروحوا فين؟ الناس اللي هم بجيبهم يشتغلوا باليوم دول او بالفتره او بالمقاوله يعني، اكيد الموضوع ده برضو من جانب اخر هيعمل شكل من اشكال الارتباك شويه في 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 سوق المقاولات يعني. تمام، هو زي ما حضرتك ذكرت في اول حديث يعني، هو القرار ليه جانب ايجابي اللي هو بقدر الامكان منع المخالفات بجديه شديده يعني. الجانب السلبي اللي فيه هو حضرتك ان في قطاع كتير جدا، بصرف النظر بقى عن حضرتك ان شركه او مقاول بيتضرر زي المثال اللي حكى عنه المهندس شمس، وهو زميل ليا برضه في عضويه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، انا بمثل احد ممثلي الحكومه في الاتحاد. تمام. الجانب السلبي الاكتر بقى اللي هو ان هذا القطاع بيمثل نسبه كبيره جدا من اللي هي القوى العامله في البلد. اه بالظبط، اخبار حضرتك. وبعدين يمكن بيشد معاه حوالي 100 صناعه خلاف الصناعه المتعارف عليها جوه المقاولات، لا في 100 صناعه تانية حوالي تقريبا 100 صناعه بيشدها وراه، فطبعا وقفه 6 شهور ده بيعود بضرر كبير جدا طبعا على العماله واليوميات اللي شغاله زي ما ذكر المهندس شمس يعني. يعني ليها برضو مردود من ليها طبعا مردود سلبي اكيد يعني على مواد البناء وعلى حجم العماله اللي موجود. بالظبط طبعا، وعلى سوق المواد البناء نفسه كمان. طب وانتوا كنقابه يعني كنقابه مهندسين مش مفترض ينفع ان انتوا تعملوا مثلا مخاطبه مثلا لمجلس الوزراء او للدوله او لوزاره التنميه المحليه ان ده هيقع عليه ضرر؟ ما هو برده اكيد برده في مهندسين استشاريين ماسكين مشاريع، المشاريع دي برده مش هتبقى فيها استكمال، هتوقف الفتره دي، ولا 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 ده يبقى اجراءه ازاي؟ هو حاليا الموضوع بيدرس في اتحاد المقاولين وفي نقابه المهندسين في الاثنين. ان انتوا تتقدموا بالظبط، ان هو يعني حضرتك بيدرس ويتبحث ويتشاف ايه ايجابياته وايه سلبياته، وإن كان في سلبيات قوية هتؤثر على حركة الاتصال بصفة عامة هتترفع طبعا لمجلس الوزراء عشان ياخد فيها قراري. لأن هو حتى يعني 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 الجزئية، طب أنت النهاردة مش هتطلع يعني، ممكن ما تطلعش تراخيص تمام، لكن الناس اللي معاها رخص تقف ليه؟ يعني هو حتى مهندس الشمس بيقول لي طب الناس اللي معاها رخص، هو معاه رخصة، طب أنت توقفه ليه؟ يعني هو ما عملش حاجة، لو خالف عقبه. طبعا. لكن هو ما خالفش، هو معاه رخصه، يعني ايه اللي يخليها ما تبقاش متفعله؟ طبعا هو كلام منطقي جدا يعني، النهارده في رخصه طلعت عشان ما فعلهاش، دي طبعا حاجه برضو يعني اعتقد انها ليها برضو شبه عوار قانوني او دستوري برضو يعني. انا النهارده معايا صك بيقول لي ابني وبعدين قرار بيوقفه، فده برضو اعتقد ان هذا الكلام يعني ممكن يكون مصدر جدل قانونيا ودستوريا يعني. عشان كده يمكن هو عامله بمده، هو ما عملوش حاجه مفتوحه، ده عمله فتره زمنيه معينه يعني. بالظبط يعني هي كانت بدايه مشارف الموضوع كانت على محافظه القاهره الاول. تمام. قبل الموضوع كان في اثاره الموضوع على محافظه القاهره، ان هو محافظه القاهره كان عامل وقف للتراخيص. تمام. لكن ما كانتش بالشكل ده، ما كانتش بشكل عام كده. تمام. يعني هو برضه زي ما بقول لحضرتك كده يعني، موضوع وقف التراخيص ده اجراء تنظيمي لالتقاط الانفاس عشان المواضيع تتنظم يعني. في قانون وفي لائحه بس تنفيذهم صعب جدا، ف لازم تتعمل اجراءات تنظيميه للسيطره على موقف المخالفات دي. هو الغريب برضو يعني ان انت تشوف يعني سياده الرئيس بيقول لك عايزين الناس تحافظ على صحتها وتشتغل والمشروعات القوميه شغاله زي ما هي بتتكمل، فالجزئيه دي هي اللي فيها الايه الاضطراب يعني، ان هم هل ده سببه يعني اولا هم كمان مركزين قوي على موضوع الجراجات يعني، ان يبقى في احتياط وفي جراجات وفي كذا وفي كذا، لان طبعا الدوله بتعمل توسعات كتير وتطوير قوي عمراني جامد جدا، فدي النقطه اللي ايه اللي عليها الاستريس ان يبقى في جراجات. طب ما هي دي حاجه هتتابع كده كده يعني، حتى بعد 6 شهور ما هو انت اكيد هتتابعه برضه وهو بينفذ، لو ما نفذش جراج ما تقطع رقبته يعني، ما هو في ايدك اصلا، هو هيروح فين؟
ما هو مشكلة حضرتك برضو ايه هو يعني لازم ما ننكرش برضو ان بالاضافة للمخالفة بتاعت الناس اللي بتخالف اصلا لا في حضرتك تقاعس برضو من بعض الجهات في متابعة هذا الموضوع في التنفيذ في التنفيذ فبقول لحضرتك الاجراءات التنظيمية دي مش عشان امنع المخالف لا انا عايز برضو يبقى لها شكل وجهة نظري هيكلي عادة هيكلة مثلا للنظام للمنظومة بالظبط المنظومة عادة هيكلة للمنظومة عشان تقدر تنفذ هذا القانون يعني كان في يعني كان في جزئيه يعني اثرها مع حضرتك برضو ان هم كانوا بيتكلموا عن تعديل في نظام رخص المباني تمام الجديده اللي هيطلع بقى رخصه جديده تمام المخالفه فيها هيبقى لها نظام تاني خالص وطريقه التعامل كان في مقترح انها تبقى عن طريق مكاتب استشاريه يعني مكتب الاستشاري هو اللي طلع الرخصه وهو زي استشاري المشروع يتابع تنفيذها يعني هو يبقى هو مسؤول عن التنفيذ قدام الجهات بتاعه الدوله تمام. هو اللي يصدر له الرخصه وهو اللي يتابعه وفي دول بره كده يعني في دول في الخليج كده مكاتب استشاريه اللي بتطلع الرخص طبعا. مش الاحياء يعني طبعا بس هو حضرتك يعني دي برضو يعني دي دول متقدمه وبرضو في وعي كبير جدا موجود فيها سواء لدى المكاتب الاستشاريه ومهندسين الاستشاريين والشعب نفسه ايه حضرتك مستوى الوعي عندنا بيسبب مشاكل كتيره جدا يعني برضو يعني قله الوعي او ضعف الوعي عند الناس بيخلي حضرتك انك عشان تفتح الباب لحاجه زي كده هتطلب منك برضو متابعه كبيره جدا لهذا الموضوع لان لو حصل فيه اي عوار هتبقى مشكله جامده جدا على حياه الناس يعني انت النهارده بتدي ميزه انك بتسرع الاجراءات وبتخلي شكل الاجراءات سهل بالنسبه للناس لكن ممكن تفاجئ ان في مخالفات بتحصل في اثناء تنفيذ هذا الكلام يعني في تطبيقه بقى على العمل بالظبط انت اكيد برضو مش هتدي يعني اكيد انتوا كان قوه مهندسين مثلا هو لو هيعمل النظام ده اكيد هيبقى في ريكومنديشن من النقابه تقول ده مهندس استشاري ينفع لده ما ينفع زي انتوا في اتحاد مقاولين بيبقوا المقاولين ذات نفسهم مستويات فاكيد الاستشاريين دول برضو يعني يعني يا حضرتك مهندس مثلا تمام لو حضرتك النهارده بتمضي على 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 مخطط او على مشروع اكيد مش هتسمح انه يتلعب فيه اصلا هو عليه اسمك يعني ما هو برضو الاستشاري ده مسؤول كده كده هو مسؤول طبعا هو هو حضرتك هو هو برضو يعني احنا دلوقتي في سبيلنا ان احنا بنعمل برضو زي تصنيف يعني كتجرس كده بالنسبه للمهندسين المهندسين. كل مهندس ليه خبره معينه وليه تاهيل معين وخبرتك مسؤول عن على المشروعات ليفل معين ليفل معين اوكي وخبرتك لان كان الاول الموضوع مفتوح اي استشاري يمضي على اي حاجه بالظبط كده فاحنا دلوقتي حضرتك دلوقتي بنحاول بنطرح افكار عشان نحولها ل لائحه بتقول ان كل مهندس ليه خبره معينه وليه تاهيل معين يبقى مسؤول عن حاجه معينه بعينها مش دي مفتوحه بمستوى بمستوى يعني واحد مثلا بيعمل تطوير مثلا لمدن متكامله يبقى ده بالمستوى ده في مشروع كده يدخل تطوير كده بالظبط حضرتك كده لانك كنت حضرتك بتلاقي مشروعات كبيره جدا وفي مثلا استشاري صغير مثلا بيشرف عليها خبرته مش كبيره وما يعني. عندوش خبره في الكيفيه دي بالظبط كده فانت هتحاسبه ازاي هو ما عندوش جوده الاداء او سابق الخبره اللي يسمح له بده تمام تمام طيب احنا نتعشم طبعا من ربنا سبحانه وتعالى انه يعني الخير يبقى اللي جاي ونتابع برضو مع حضرتك ومع النقابه ومع الاتحاد نشوف يعني لو في اجراء هتاخدوه او طلب او التماس هتقدموه عشان المواضيع تمشي على الاقل مع الناس اللي ليها رخص اللي واخده تراخيص حاصه عليها بالفعل تمام. يكمل استكمال اعماله لو هو ما عندوش مخالفات او يبصوا عليه لو عنده حاجه مخالفه يوقفوه لو ما عندوش ممكن يمشوه ما يطلعوش جديد ماشي يعني قبل كده كانت محافظه القاهره قبل كده كانت واقفه التراخيص من فتره من مده وكان ما بيطلعش رخص جديده وعادي والناس كانت شغاله اللي معاه رخص شغال اللي معهوش خالص ما اشتغلش فنتابع برضو مع حضرتك ومع الاتحاد نشوف لو في خطوات اجرائيه جديده اتعملت او في اي ان شاء الله هو الاتحاد هيبقى برضو حضرتك يعني في اسرع في اتخاذ القرار انه يتحرك التعامل ده لان طبعا الموضوع بيمس فئه كبيره جدا من المقاولين كلهم من المقاولين ومن العماره نفسها بالظبط ما هو بيتكلم عن العمال ما هو المشكله انت بتقول هشغل العماله واخليهم ينزلوا يشتغلوا عشان دول ناس ما بيقبضوش ده انت مديته ب 500 جنيه الناس اشادت بموقف سياده الرئيس انه صرف لهم 500 جنيه فانت متخيل ان انت تقول له لا اقعد في البيت خالص بقى يعني تمام. الموضوع برضو ده ان شاء الله الموضوع يبقى ليه حل باذن الله ان شاء الله يعني ان شاء الله ان شاء الله طبعا احنا سعداء بلقائك وعايزين معاك وقت اكتر من كده بس وقت حلقتنا خلاص بينتهي
فنعمل حلقة تانية يعني نعدي مثلا أسبوع 10 أيام كده، والحلقة اللي بعدها نشوف الأخبار إن شاء الله على أرض الواقع تشوف وصلته لإيه. وأكيد الرئيس يعني 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 سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لو لقى في ضرر واقع على فئة معينة من الشعب أكيد هياخد إجراء، هو إجراءاته سريعة يعني مش زي العادي، هياخد إجراء إنه هيقول لك مشي ده كده اعمل ده كده، هتلاقي الدنيا إيه اختلفت. يعني أنا ماشي النهاردة في الشارع شايف العمال اللي بيشتغلوا في المشروعات القومية، كباري والمكان النفق اللي كان عندنا في مصر الجديدة والكلام ده تمام. كله لابس كمامة وكله يعني الموضوع شكله اختلف تمام. لأن خلاص هو نور نور وقال يا جماعة كده ما ينفعش، يعني مش هينفع نعمل نشغلكم ونموتكم ما ينفعش يعني. لا تمام، وحضرتك أصل كمان العالم كله فتح، لأن الموضوع طبعا لسه أبعاده مش ظاهرة قوي، موضوع الكورونا أبعاده مش ظاهرة، فالدنيا كلها طبعا بتتحسس الموقف تحاول تشغل وتحافظ طبعا تشغل طبعا وتحافظ. لان الاقتصاد العالمي مش احنا بس ما يقدرش يقف، لان دي حياه بشر على المدى القريب والمتوسط والبعيد، فطبعا الكلام ده بالزبط. لازم الدنيا تمشي يعني بالزبط. فلازم الاجراءات الاحترازيه دي تتم مع ان الشغل يمشي في كل الاتجاهات يعني بالظبط. طيب احنا طبعا سعداء وشرفنا بوجود حضرتك معانا، شكرا و... وان شاء الله نعمل حلقه تاني نتابع بقى الموقف على ارض الواقع بعد تفعيل بقى القرار ايه اللي حصل، لان هو تفعيل القرار من يوم 24 تمام، فلسه بقى ما بانش مردوده، كان فتره الاجازات كمان والكلام ده، فهنشوف المردود مع اتحاد المقاولين كمان هيعملوا ايه ان شاء الله، ونتابع الموقف يعني على ارض الواقع ان شاء الله ان شاء الله. أعزائي المشاهدين، دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة معاكم من برنامجكم حوار واستثمار مع الشواربي، إلى أن نلقاكم السبت القادم التاسعة مساء، نترككم في رعاية الله.